السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد منا يسعى أن يخفف من وزنه في شهر رمضان، كيف يفعل ذلك وما هي الطريقة؟ لابد أن يتبع حمية غذائية، فيجب اتباع حمية غذائية خاصة لكل شخص، لأن كل شخص تختلف قدراته واحتياجاته من شخص إلى شخص آخر، حتى الحالة الصحية يختلف من إنسان إلى إنسان آخر. والاعتبارات التي تؤخذ عند تصميم الحمية من شخص إلى آخر، هنا برنامج رجيم يساعدك على إخفاف الوزن، تتبع برنامج مدة أسبوع تتكرر مدة 4 أسابيع خلال شهر رمضان. أولا وجبة السحور الأسبوع الأول، في السحور نصف رغيف من الخبز الأسمر ونصف علبة من التونة وصحن من السلطة الطازجة. اليوم الثاني نصف رغيف من الخبز الأسمر وأربع ملاعق صغيرة من الفول المضاف إليه القليل من الزيت الزيتون وكوب من اللبن الزبادي خالي الدسم. اليوم الثالث من رمضان نصف رغيف من الخبز الأسمر وبيضة مسلوقة وحبة من الفاكهة. اليوم الرابع نصف رغيف من الخبز الأسمر وأربع ملاعق صغيرة من الفول وحوالي 50 غرام من الجبن القليل الدسم وكوب من الحليب خالي الدسم. اليوم الخامس نصف رغيف من الخبز الأسمر و50 غرام من الجبن الخالي من الدسم وبيضة مسلوقة وصحن من سلطة الفاكهة المشكلة. اليوم السابع من السحور هو نصف رغيف من الخبز الأسمر وقطعة لحم دجاج صدر مشوي وصحن سلطة. هذا هو برنامج السحور بالنسبة لسبعة أيام. ثم يأتي بعد ذلك برنامج الفطور. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. ثم يأتي بعد ذلك برنامج الفطور. تعرف أنا إيش أريد أسوي؟ وقف خلاص. اليوم السادس حبتان من الفاكهة وكوب من الزبادي منزوع الدسم، وهذا هو بالنسبة لي الستة أيام. أما وجبة الإفطار الأسبوع الأول يكون 3 ملاعق كبيرة من الرز و5 ملاعق من الفاصوليا وصحن من الشوربة وقطعة من اللحم المشوي وصحن من السلطة. ثم بعد نصف ساعة شاي أخضر، زنجبيل أخضر، قشر رمان نصف ملعقة مع نعناع أخضر، تخلط تضعه على نار هادئة 5 دقائق ثم تشرب هذا المكون كل يوم. اليوم الثاني للفطور 3 ملاعق كبيرة من المعكرونة وصحن من الشوربة وقطعة من اللحم المسلوق وصحن من السلطة. تضيف إلى ذلك عصير نصف ليمون ويعني لا بأس أن تعصر نصف ليمون في تخلطها مع ماء دافئة وتشرب هذا الليمون. اليوم الثالث 3 ملاعق كبيرة من الرز وصحن من الشوربة وربع دجاجة مسلوقة وصحن من شوربة الملوخية وصحن من السلطة. هذا اليوم الثالث. اليوم الرابع 6 ملاعق كبيرة من المعكرونة وصحن من الشوربة وصحن من السلطة. اليوم الخامس 3 ملاعق كبيرة من الرز وربع دجاجة وصحن من الشوربة وصحن من الكوسة المسلوقة وصحن من السلطة. اليوم السادس 3 ملاعق كبيرة من الرز و3 حبات محشي الخرشوف باللحم وصحن من الشوربة وربع دجاجة وصحن من السلطة. لو تلاحظ أنه السلطة متكررة في كل وجبة فطور وسحور. اليوم السابع نصف دجاجة مشوية وصحن من الشوربة
وصحا من الخضار المشوي أو المسلوق. هذا هو البرنامج، مدة 7 أيام في السحور، يتكرر معك 4 أسابيع فتصل إلى نتائج إيجابية لإنزال وتخفيف الوزن. أكثر من تناول السوائل في الليل والفواكه والخضار، مارس أيضا الرياضة ولو كان مشي قبل الفطور مدة نصف ساعة. احرص جدا على أن لا تخل بهذه القواعد اللي ذكرناها. بارك الله فيك.